السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبتم وطاب منشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. اللهم آمين. معكم أحمد فتحي مدرس مساعد بكل الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع مهم جدا، وهو كيفية تدعيم غذائنا للاستفادة بقدر الإمكان والرجوع عن العادات والتقاليد السيئة في القيم الغذائية حتى نسعد بصحتنا. فابقوا معنا. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هكلمكم النهاردة إن شاء الله عن موضوع مهم جدا، وهو الميكرو جرين، أو زي ما بيقول عليه المواد الصغيرة من النباتات، ازاي لانها بتبقى عالية القيم الغذائية. طبعا زي ما احنا عارفين ان الشعب المصري او الشعوب العربية عموما بيموتوا في حاجة اسمها الاكل المسبك، والاكل المسبك او الاكل المطهي او الاكل المطبوخ يبقى فاقد قيمته الغذائية، كل الفيتامينز تتكسر، وبالتالي احنا بناكل بس بنملى بطننا، بتفضل السموم والقيمة الغذائية بتروح، وبالتالي بنلاقي انه الصحة ساءت والامراض زادت بسبب سوء التغذية. فطبعا من المعروف انه اهم طبق صحي على السفرة بنحطه هو طبق السلطة. طبق السلطة هو عبارة عن الطبق الوحيد اللي بيحتوي على مجموعة خضروات طازجة تحتوي على كل ما تحمله من قيمة غذائية، من فيتامينز، بروتينز، كربوهيدرات، كل العناصر الغذائية الموجودة فيه بتبقى محتفظة بيها، لأنه ما تعرضتش لدرجة حرارة، ما تعرضتش لتخزين في التلاجة، ما تعرضتش لأي حاجة. وبالتالي طبق السلطة ده من أهم الأصناف الصحية اللي بتتحط على السفرة. طيب، في الآونة الأخيرة أغلب المزارعين اللي بيزرعوا الخضروات، خاصة الخضروات الورقية، يعني احنا عارفين طبق السلطة بيحتوي على طماطم، خيار، جزر، بصل، جرجير، كزبرة، بقدونس، كل الخضروات الورقية دي المزارع في الغالب بيزرعها بطريقة سيئة جدا، وبالتالي بتفضل فيها سموم، سواء كمبيدات، سواء كتسميد معدني كيميائي، وبالتالي بتفضل دي سموم. بدل ما هو كان طبق صحي بتحط على الأكل، لا، أصبح طبق مليان بالمواد الكيميائية الضارة بجسم الإنسان، بل وبيصبح أسوأ. يعني مثلا لما ناخد طماطم أنا أطبخها، لو فيها بعض المبيدات مثلا الحرارة المرتفعة بتكسر المبيدات، لا ده في لما استخدم الطماطم المرشوش عليها مبيد في طبق السلطة دي مصيبة في حد ذاتها. فهنحاول ان شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا، هو الميكرو جرين، ازاي ازرع نباتات عندي في البيت او في المطبخ بحيث اني على الاقل احصل على عنصر او اثنين من مكونات السلطة يكون بصورة صحية. مبدئيا الغرب او الدول المتقدمة في الاساليب الغذائية بتاكل النبات على عدة طرق، يا اما في مرحلة البراعم، يا اما في مرحلة المايكرو جرين اللي هي بداية ما بتظهر الورقة الحقيقية بتاعت النبات، مرحلة البيبي بلانت او البيبي جرين ديت مرحلة اطول شوية، او النبات الناضج. لو هنتكلم عن المحاصيل الورقية، الجرجير، احنا طول عمرنا بناكل الجرجير مثلا، او الكزبرة، او البقدونس، او الكرفس، كل النباتات دي بناكلها في مرحلة النضج، لا، احنا هناكلها في مرحلة اقل شوية عشان بتحتوي على 5 اضعاف القيمة الغذائية بتاعتها. طيب، ايه الفرق بين البراعم والفرق بين المايكرو جرين؟ البراعم ديت بالكثير انا بندع البذور، طبعا لازم البذور انقعها في المية بعد من 3 إلى 5 أيام تكون البراعم دي صالح للأكل. أما في المايكرو جرين لا، أنا ممكن لازم أستناه من 7 إلى 14 يوم، ده طبعا على حسب بذور النبات اللي أنا مستخدمه. البراعم أنا بزرعها في المية، لأن بنقعها في المية وبعد 3 أو 4 أيام، من 3 إلى 5 أيام بتبقى جاهزة للأكل على طول. أما المايكرو جرين لا، ممكن أزرعها في المية أو أزرعها في تربة عادية وبعد كده
أو الصافر والتربة. إيه المرحلة النهائية للبراعم؟ بيبقى الأوراق الفرقية فقط قبل ما تظهر الأوراق الحقيقية تبقى جاهزة إيه للأكل. أما المايكرو جرين لا، أنا بستنى لغاية الأوراق الحقيقية تظهر. البراعم بتتاكل بالكامل، ما مش بارد منها حاجة. أما المايكرو جرين لا، أنا باكل النبات بس وبقص الجذور وارميها، لأنها في الغالب بتبقى في التربة لو أنا كنت مستخدم تربة. البراعم ما بتحتاجش الإضاءة، يعني هم 3-4 أيام أنا بنجحها في مية مش هتفرق، لأنه لسه النبات محتاجش لضوء. أما في المايكرو جرين لأني بطول معاه وبفضل من 7-14 يوم، لا بحتاج إضاءة. زي ما احنا عارفين الإضاءة الصناعية احنا بنستخدمها للإضاءة، زي أحط لكم اللينك فوق لحركة الضوء عشان نعرف أهمية الضوء وإزاي بنستخدمه في الإضاءة. يعني أنا لمبة المطبخ العادية اللي في البيت أنا ممكن أستخدمها لزراعة المايكرو جرين. النبات مش بيحتاج كتير، بيحتاج من 10-12 ساعة إضاءة في اليوم. فأنا لو أنا مثلا نمت بالليل سبت اللمبة بتاعة المطبخ شغالة للصواني اللي أنا عاملها دي، تبقى كده أنا هحصل على نمو كويس خالص. طبعا النباتات اللي ينفع تتزرع كمايكرو جرين وناكلها طازة كده مع السلطة هي أغلب نباتات العائلة الصليبية، اللي هو الكرنب، القرنبيط، البروكلي، اللفت، الفجل، الخردل، أغلب العائلة البقولية، من البسلة وانت ونظيف بسلة، اللوبيا، الحلبة، بعض طبعا بعض البذور مش منتشرة عندنا في مصر، فممكن أحطها لكم تحت اللينك إن شاء الله. طيب ازاي نبدا عمليه المايكرو جرين وازاي نزرع النباتات دي عندنا في البيت عشان نعمل بيها طبق سلطه كده محترم كله قيمه غذائيه؟ زي ما احنا شايفين بنبدا اولا بنجيب البذور بتاعتنا ونجيب الميه اللي هننقع فيها البذور، ولازم زي ما بقول لكم البذور لازم نغسلها في البدايه بميه بشويه كلور كده عشان نتخلص من كل جراثيم الفطريات الموجوده عليها، وبعد كده ننجعها لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة، يعني يومين، ندلبهم كويس وننجعهم بعد كده ونسيبهم يتشربوا مية ويبدأ الجنين يتحرك ويبدأ ينبت معايا. بعد كده يجيب الصينية بتاعتي عادي خالص، صينية أكل، صينية بسكوت، صينية شريك، أي حاجة. بعد كده احط فيها ورق الجورنال عشان بس لما احط ميه ورق الجورنال تحتفظ بالميه فتره اطول عشان تمد البذور بالميه، او ممكن استغنى عن الاوراق اصلا. بعد كده ابدا احط البذور بتاعتي وافرشها كويس كده بحيث انه تبقى البذور مرصوصه جنب بعضيها مش فوق بعضيها، عشان لانه لو حطيت البذور بكثافه فوق بعضيها البذور اللي تحت اول ما هتنبت هتاخد البذور معاها بين، هتاخد البذور اللي فوقيها لفوق فهتبعدها عن مصدر ميه، وبالتالي البذور اللي هتترفع هتموت. ابدا اوزع الميه البذور كويس، وطبعا انا ممكن اعمل صينيه مثلا تكفيني يوم، اليوم اللي بعده اعمل صينيه تانية، اليوم اللي بعده اعمل صينيه ثالثه، واليوم اللي بعد لمده اسبوع او 10 ايام، يبقى عندي مراحل متدرجه من الايام عشان كل يوم اليوم ده اخد الصينيه مثلا اللي عدى عليها 14 يوم، اليوم اللي بعديه اخد الصينيه وهكذا، بحيث ان ابقى موفر عندي كل يوم مايكرو جرين كنباتات كلها هحطها في الصورة دي. طبعا النباتات بعد ما نقعتها طبعا الجورنال اللي فات عشان اغطي الرطوبة، احتفظ بالرطوبة لغاية ما تنبت. هنا اليوم الثاني الرابع ابدا طبعا المية قلت، ابدا ازودها بالمية زي ما احنا شايفين على حسب احتياج النبات، اشوف في مية بزود له. طبعا بعتمد على الاضاءة الكاملة على إضاءة المطبخ مثلا. ده اليوم السادس السابع، ده بعد 8 أيام اهو نبدأ نرويها تاني لأنه خلاص البذور جفت. تقريبا هي بتحتاج كل يومين مية، بحط المية اهو
في زاوية من الزوايا، وبعد كده أجلب في الصينية كده بحيث إني أضمن إن المية راحت في كل الاتجاهات، بحيث إن كل البذور أو كل النباتات توصل لها المية. ده اليوم التاسع. ده اليوم العاشر. ده اليوم 11 ل 12. طبعا ده اليوم 14. وفي الوقت ده طبعا دي بذور حلبة، من البداية ما قلتش دي بذور حلبة بنرويها، وطبعا بتختلف من بذرة لبذرة، لكن انا اعطيتكم بس ايه الطرق الرئيسية اللي ممكن تزرعوا بيها. والنبات ده ميزته انه مش بيحتاج غير مية وضوء فقط لا غير. انا كنت من فترة جامدة كده في 2016 تقريبا عملت مايكرو جرين مع اولادي، كان زرعنا القمح زي ما شايفين، نقعنا القمح لمدة 24 ساعة او 48 ساعة، بعد كده فرشناها على التربة بحيث ان نفرشها، وبعد كده فضحناها بجورنال عشان نضمن الرطوبة تحتفظ برطوبتها. بعد كده دي تقريبا بعد 5 ايام من الزراعة، ودي بعد 15 يوم كانت جاهزة اني احش منها واخرطها على السلطة. احنا عارفين نبتة القمح دي فيها كمية غذاء مهولة، وزي ما قلت لكم انه المايكرو جرين بيحتوي على 5 اضعاف القيمة الغذائية من النبات الناضج، فما نحرمش نفسنا من القيمة الغذائية. وزي ما احنا شايفين طبق السلطة اهو حطينا عليه المايكرو جرين. اتمنى نبدأ نغير من عاداتنا وتقاليدنا، ونبدأ خاصة العادات والتقاليد الخاصة في الاكل. الاكل ده مشكلة، عاوزين نجعل غذائنا هو دوائنا ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم، ولو كانت استفادة حلوة اعمل لايك وكومنت وعلق وانشر لحبايبك عشان الناس تعرف اللي انت عرفته دلوقتي. وكما عودناكم زكاة العلم والتبليغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت.